يسعد صباحكم، كيفكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ هلا حبيت انا عم جهز النسكافيه اني اخبركم اليوم احلى يوم بالنسبه لي. اليوم تخرج ابني من الثانوي، وحبيت صوركم العادات السويديه وقت التخرج. الشباب من الثانوي كيف بيحتفلوا، وكل الناس بتكون مبسوطة وبيعملوا جو حلو بالطرقات وبالمدارس. وهلأ هون أنا بدي أختار اللبسة اللي بدي أطلع فيها مشان أحضر تخرج ابني. مثل ما شايفين جاكيت سبور وبنطلون وبلوزة بيج. ويلا معي لآخر الفيديو. روح يا ملفت يا زهر خدين، لو تعرك بشوفك أنا من وشي ختلك عين. Yeah.